طيب استقبال حاشد لإيرباص حنبنيه بالزغاريد والبكاء بمطار الخرطوم. واصلت مطار الخرطوم الدولي يوم الجمعة طائرة سودانية الإيرباص واستقبل العاملون بالمطار وشركة سودانير الطائرة بالهتاف والبكاء والزغاريد. وكانت شائعات سرت على نطاق واسع خلال الفترات الماضية عن اختفاء إحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية، وإنه لم يعد إلى السودانير أي طائرة. ربما يعني الاحتفاء والبكاء والزغاريد وحتى حنبنيه مكتوبة على الطائرة، ربما هذا مفتاح جديد لدعم الاقتصاد السوداني. ليس دعم الاقتصاد السوداني فقط، دعم شركة الناقل الوطني الذي اختفى لفترة طويلة، لابد أنه تتم عملية إعادة هيكلة وعملية إعادة ترتيب جديدة للناقل الوطني لكي ينطلق إلى آفاق أرحب بعد الثورة. الناقل الوطني تعرض لندبات كبيرة طوال الفترة الماضية، وحتى فقد جميع طائراته وأصبح عبارة عن مباني موجودة فقط وموظفين لا 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 غير. وهذه الطائرة طبعا تم تسفيرها إلى أوكرانيا في عهد النظام البايد للصيانة، وهناك طائرات أخرى موجودة في مطارات كثيرة من العالم متعطلة وغيرها. والسبب الرئيسي الذي اعتقد انه ادى الى الشلل او التوقف التام في شركه الخطوط الجويه السودانيه، هي اكثر شركه او اكثر شركه تعرضت او تاثرت بعمليه الحصار الامريكي صحيح الطويل الذي المفروض على السودان، المفروض على السودان منذ العام 1993 وحتى الآن. هذه الشركة تدفع الآن فاتورة الحصار بالتوقف والشلل التام، لأنه الشركة كانت غير قادرة على استجلاب طائرات جديدة وغير قادرة على صيانة الطائرات القديمة، وأدت مشاكل الحصار إلى هذا التوقف.